بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة هنشتغل مع بعض السجادة الشاك. هنشتغلها إن شاء الله بأكثر من إبرة، ممكن أشتغلها بالإبرة العادية، ممكن أشتغلها بإبرة الكروشيه، وممكن إني أنا أشتغلها بإبرة الخطاف. ونفس الحكاية ممكن أشتغلها بأكثر من خامة، ممكن أشتغلها على الخامة العادية خالص، القماشة العادية، ممكن اشتغلها بالقماش اللي هي شبه القنفان اللي بيبقى فيها ثقوب. انا هنا عاملة السجادة اللي هي على شكل شجرة تري، هنا في الاعلى اللي واخد الالوان السماء مع الضوء الشمس الاصفر والاورنج، وبعدين لنهاية الشجرة بهذا الشكل. طبعا انا هنا اتعمدت ان انا اعمل الشجرة تكون باكتر من لون، اللون البني والاورنج والبيج. ان شاء الله باذن الله طريقة سهلة جدا ومتينة، ممكن تحطيها في الغسالة هي وبتتغسل، ما فيش فتلة تقع منها. هنبتدي مع بعض ازاي عملنا السجادة دي. برسم الرسم الكروكي هذا الشكل الشجرة، واجي كده في الاعلى كل اجزاء الشجرة تبقى بالطريقة دي. هو ده الرسم اللي انا رسمته، وهنا خليت فيه شكل كده دائري بهذا الشكل. والالوان ده ذوقك انت، اختاري. انا عملت الفرع اللي جوه اساس الشجرة بتاعتي، عملت باللون البيج والبني. القلم ريحة السبرت فيه عالية قوي، فبناخد الرسمة بهذا الشكل من خارج واطلع لفوق، وبعدين افتح كده. اوكي، يبقى الشكل جاي بالطريقة دي. جبت تيجي الالوان الغامقة من الاسفل، وانت وطالعة لفوق كده تشتغلي فاتح فاتح لغاية الاعلى. انا لما جيت اشتغلت هنا اشتغلت اللون السماء باللون اللبني، وعملت فروع الشجرة باللون الاسود، وجبت ضوء الشمس باللون الاورنج والاصفر بهذا الشكل. فانت وايه وبراحتك حسب ما تشوفي. الخامة اللي انا استخدمتها اللي هي الخامة دي، اللي هي الخامة دي عامله زي ثقوب القنفاه كده. اوكي، في درجات منها، في اوسع من كده وفي اضيق من كده، اختاري المناسب ليكي. في خامات مختلفه، في خامات قطن وفي خامات بتبقى بلاستيك شويه. انا بختار الخام القطن عشان لو حبيت ان انا اعمل دواسه مثلا للمطبخ وكده ما تزحلقش في ارضيه المطبخ. اوكي، وليك الحريه طبعا تختاري الخامه اللي انت ترتاحي لها او المتوفره معاكي. احنا بالنسبه للخامات انا ممكن استخدم خامة قماش عادية زي الخامة دي، قماش عادية خالص ما فيهاش اي ثقوب. طبعا في اختلاف، دي قماش عادية ودي القماشة اللي هي شبه الكنبة. ممكن استخدم فوطة عندي كانت موجودة، ممكن استخدم الخامة دي برضو، هشتغلها معاكم. يعني احنا اللي بنختار الخامة، وبناء على الخامة انا اللي بختار الابرة. تعالوا بقى نشوف مع بعض الابر اللي انا ممكن استخدمها. ممكن ان انا استخدم الابرة دي، شايفينها فيها خطاف كده، شايفينها. ممكن ان انا استخدم الابرة الكروشيه، اوكي، وممكن ان انا استخدم الابرة العادية، ابرة عادية خالص. يعني ايه؟ انت بتختاري حسب الخامة. ممكن ان انا استخدم ابرة الخطاف اللي فيها الجزء ده، شايفينها. ممكن ان استخدم ابرة الكروشيه العادية، ممكن ان انا استخدم الابرة الخياطة،
ابره خياطه عاديه خالص. طب هستخدم ابره ايه حسب الخامه اللي احنا هنستخدمها، هنختار نوع الابره. طب في الاول هنستخدم الابره دي، ابره الخطاف. طيب هستخدم الخيط هقصه، طالما هستخدم الابره دي يبقى انا محتاجه اني انا هقص الخيط. هجيب ورقه كرتونه، المقاس هنا 8 سنتي، المقاس 8 سنتيمتر، هلف الخيط بهذا الشكل لغاية ما اخلصها كلها. هقص نهاية الخيط اوكي، واجي هنا وباستخدام المقص، انا عندي طرف الخيط هنا من ناحية طرف الخيط كده، بقص هنا بعد ما قصيت الخيط بالطريقة دي. هستخدم الإبرة الخطاف، باخد فتلة وهنا بدخل الإبرة بهذا الشكل، واخد الإبرة الخيط الطرفين وأجي هنا أسحب الإبرة. بهذا الشكل تاني هستخدم الإبرة دي. عندي الخامة خامة عادية خالص، بس ايه مش صلد قوي، يعني المسام بتاعتها واسعة سنة بسيطة لكن مش مخرمة اوكي، هي فيها جزء مخرم لكن انا هشتغل في الخامة العادية. طيب هعمل ايه؟ دخلت الإبرة كده عادي بس كأني هسرق يعني اوكي، واسحب الخيط وليس للنهاية، هسيب في الآخر فتلتين، فتلتين يكونوا قد بعض النهاية، واسيب حوالي كده 4 سنتي، واجي هنا كأني دخلت الإبرة في غرزة رقم 3 في الثقب رقم 3، خرجتها من الثقب رقم 2، واجي هنا في الجزء الذي يليه اللي هي كانت الثقب رقم 4 فاكرين، واخرج الإبرة في الاول خالص كده، وانا بسحب الخيط من خلال الدايرة دي، من خلال الدايرة دي بمرر الإبرة بالشكل ده واسحب الخيط للنهاية، بيبقى عاملة عقدة كده اوكي. يبقى انا معايا كده الغرزة خلصت، لازم يكون الاطراف قد بعض. في النهاية الغرزة بقت بهذا الشكل اوكي. طيب اجي هنا هكمل الشغل، هترك مسافة كده مثلا 1 سنتي، واجي اخد غرزة من اليمين لليسار واسحب، هسحب الخيط للنهاية، لا الخيط ده هاجي اقيس الغرزة اللي قبله نهايتها فين وايه، واثبتها بايدي كده، اثبتها بالصباع ده كده واحط الخيط ايدي كده على الخيط اوكي، واسحب الخيط معايا
بهذا الشكل بس كده. اوكي اجي هنا انفذ نفس اللي انا عملته قبل كده في الغرزة الذي تليها على بعد كده 2 ملي، ادخل الابرة واخرج الابرة من الجزء اللي انا كنت سايباه في البداية. اوكي واسحب الخيط وفي الدايرة دي بمرر الابرة بهذا الشكل. وهنا في الخيط ده اجي هنا كده الاقي الغرزة دي وايه اقص الخيط. نفترض كده ان انا خلصت، هقص الخيط قد الغرزة اللي انا بتركها عشان كلهم يبقوا قد بعض، والجزء اللي هو ثابت ده افتحه كده بالايه المقص. يبقى انا ممكن استخدم الخامة اللي هي زي الكنفا، وممكن استخدم الخامة اللي هي السولد العادية او الخامة القطن العادية. استخدمي الخامة اللي تريحك او المتوفرة معاكي. ممكن حاجة ما تكونش جديدة، يعني مش هتشتري قماش، ممكن قماش عندك انت مش عايزاه، حاجة قديمة انت مش عايزاها والموديل ما كانش عاجبك، بدل ما ترمي القماش شوفي مثلا اعملي دواسة، خدي المقاس مستطيل تحطيها على الباب المطبخ على باب الغرفة وتنفذي شكل ارسميه انت، او تعمليها بخطوط. يعني ممكن تمسكي شكل مستطيل كده وتمشي مثلا هنا الغرزة كده باللون الروز، تعملي مثلا 4 سطور وبعد كده 4 سطور تاني باللون الابيض او الازرق، وبعدين 4 سطور تاني الروز تاني، وهكذا. يبقى انت ايه عاملة زي ايه مقلمة كده بالوان مختلفة. انت اللي بتختاري الرسمة وانت اللي بتختاري الخيط، وسماكة الخيط يحدد لك انت هتحطي كم فتلة على الخيط. يعني انا هنا لضمت الخيط في نهاية الخيط عندي هنا كان فتلتين، صح؟ لا، انا ممكن لما اجي الضم الابرة هنا شايفين كده هو فتلتين كده، ممكن لما اجي الضم الابرة الضمها كده من هنا كده، في النهاية هيبقى معايا 4 فتلات. طب امتى اعمل كده؟ لما يكون الخيط خفيف معايا مش سميك بهذا الشكل كده، في نهاية الخيط هيبقى معايا 4 فتلات. عشان انا لضمتها والخيط كان زوجي، الخيط كان زوجي انا وبلضم الابرة، انا وبلضم الخيط في الابرة، ادي 4 فتلات. اوكي وادي الابرة، وهنفذ نفس اللي انا عملته على القماش. امتى بتحطي 4 فتلات؟ لما تكون الفتلة معاكي الخيط حاسة ان هي مش سميكة قوي. اوكي وتختاري النسيج بتاع القماش يتناسب مع الخيط اللي انت هتستخدميه. اتمنى حلقة النهاردة تكون عجبتكم. ان عجبك الفيديو اضغطي لايك، اشتركي في القناة ان كنت لسه ما اشتركتيش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.